نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الإبانة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فعليكم بالتريث، وعليكم بالسكينة، وعليكم بإمعان النظر، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت عليه، ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فلما انصرف فلما انقضى بكيت عليه. ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فلما انقضى بكيت عليه. كأنه يلمح قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه، وقد ذهب إليه الناس يشكون ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عام، وفي رواية: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فلما انقضى بكيت عليه. ويقول الحسن رحمه الله: إن الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا ولت عرفها كل جاهل. إن الفتن إذا أقبلت عرفها وعلم علمها وخبر خبرها وشمها كل عالم، حتى إذا ما انقضت وانصرفت استوى الناس في معرفتها عرفها كل جاهل. قد أخرج الإمام الذهبي في السير أن هشام بن عمار، وهو من شيوخ البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى، رحمهما الله تبارك وتعالى، قال: ذهبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي أخذ الحديث عن مالك إمام دار الهجرة، وكان أهل العراق لا يرون القراءة على العالم شيئا كبيرا، وأما السماع من العالم، السماع من المحدث، فبه يعتدون وله يقدرون. فلما كان عند مالك رحمه الله قال للإمام: حدثني. فقال: اقرأ علي. قال: بل حدثني. قال: اقرأ علي. قال: بل حدثني. فلما أغضب الإمام مالكا
رحمه الله دعا غلامه فقال: خذ هذا فاضربه 15 درة، والدرة عصا يضرب بها كالدرة التي كان يحملها الفاروق عمر رضوان الله عليه. قال: خذ هذا فاضربه 15 درة. قال هشام: فأخذني ومضى بي فضربني 15 درة، ثم جاء بي إلى الإمام مالك رحمه الله، فقال له الإمام: ضربته؟ قال: نعم، كما أمرتني. قال: فأقبلت على الإمام رحمه الله فقلت له: أنت ضربتني بغير حق، وهذا جور، ولا أجعلك في حل. فقال له الإمام: وما كفارته؟ قال: أن تحدثني 15 حديثا. قال: فأجلسني فحدثني بكل ضربة حديثا، فلما فرغ بعددهن قلت له: زدني في الضرب وزدني حديثا. إلى هذه الدرجة كانوا يحرصون على طلب العلم الشرعي، يسافرون ويتغربون، لأن الله رب العالمين جعل عصمة هذه الأمة من الضلال والإضلال في العلم والعلماء، وجعل الجهل والجهلاء مؤديا إلى الضلال والإضلال في الأمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا الحديث قصة في روايته لا في سبب وروده، فأما قصته في الرواية فهي أن عائشة رضوان الله عليها قالت لعروة ابن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله عنهم جميعا، قالت له: بلغني أن عبد الله ابن عمرو في طريقه هذا الموسم إلى الحج، فيأتي من مصر إلى المدينة النبوية ثم ييمم شطر بيت الله الحرام. قالت: فلقه فاسمع منه فإنه حمل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسمعت منه هذا الحديث، فلما بلغتها إياه كأنها أنكرته. ثم مر عام فقالت لعروة: بلغني أن عبد الله ابن عمرو في طريقه هذا الموسم إلى بيت الله الحرام، فلقه فاسمع منه الحديث الذي سمعته عام أول، تريد أن تعرض الحديث على نفسه، وهي طريقة من طرق المحدثين في التثبت، في تثبت الرواية وتثبيتها، أن يعرض الحديث على نفسه. لما مر عام وجاء عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقيه عروة فطلب منه أن يحدثه بالحديث الذي سمعه في العام الذي مر، فحدثه به على وجهه لم يخرم منه حرفا. فلما حمله وذهب به إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها قالت: ما أراه إلا قد صدق، إنه لم يزد فيه ولم ينقص منه.
وحاشا لله أن تكون أم المؤمنين تكذب صحابيا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي طريقة من طرق التثبت في الرواية. الحاصل أن الحديث فيه على حسب منطوقه، على حسب لفظه، أنه متى خلت الأمة من العلم والعلماء، ومتى نصب الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وقع الضلال والإضلال. والمفهوم هذا هو المنطوق، والمفهوم هو أنه إذا وجد العلم والعلماء انتفى الضلال والإضلال، وجاء الهدى والاهتداء بفضل الكبير المتعال. إذن من أجل أن نخرج من الضلال والإضلال، علينا أن نتلمس السبيل لكي نخرج من التيه ومن الحيرة، ولكي نخرج من الفوضى العلمية ومن إعجاب كل ذي رأي برأيه، كما قال خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن نبحث في دين الله تبارك وتعالى، ولا بد أننا سنجد، لأن الدين فيه تعليم للأمة كيف تقضي حاجتها، ولا يمكن أن يصح في عقل عاقل أن يعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس كيف يقضون حاجاتهم، ولا يعلمهم كيف يعتصمون بدين الله رب العالمين على النحو الصحيح من أجل الخروج إلى جادة الاهتداء والهدى. لا يصح في عقل عاقل، ولا يتصور متصور أن يكون ذلك كذلك. وإذن فما هو الميزان؟ الميزان مبني على كفتين متساويتين من غير ما رجحان: تجريد الإخلاص لله رب العالمين، وتجريد المتابعة للنبي الأمين. فهذان هما ميزان الاهتداء وميزان العدل: تجريد الإخلاص لله رب العالمين، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك تأملت لوجدت أن هذا هو معنى قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذن فهو مفتاح الجنة، وهو السبيل الموصل إلى الطريق المستقيم ليستقيم عليه المرء بقدميه من غير ما عوج ولا أمت ولا التواء ولا التفات، حتى يكون المستقر الجنة بفضل الله الكبير المتعال. تجريد الإخلاص لله رب العالمين، فيوحد الإنسان ربه في ربوبيته، إذ هو الخلاق وهو الرزاق وهو صاحب الأمر، فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا مدبر للأمر إلا هو. ويوحد الإنسان بإخلاص القصد لله رب العالمين في عبادته، حتى تكون خالصة لله رب العالمين ليس لأحد فيها شيء، فيتوكل على الله رب العالمين، فإذا ما أحب أحب لله، وإذا ما أبغض أبغض لله، وإذا ما أعطى أعطى لله، وإذا ما منع منع لله، وإذا ما قام أو قعد فلله وبالله، وإذا ما نذر أو ذبح أو حلق فكل ذلك لا يكون إلا لله وبالله، فيكون العبد كله لله خالصا، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله رب العالمين وحده. ويخلص الإنسان لله رب العالمين في أسمائه وصفاته،
إذ هو صاحب صفات الجمال والكمال والجلال، لا ينفرد بشيء من ذلك إلا هو، له صفات الكمال والجمال والجلال، ومنزه عن كل نقص. إخلاص التوحيد بتجريده لله رب العالمين، تجريد الإخلاص لله رب العالمين، وهذا وحده لا يكفي إلا بضميمة كفة ميزان العدل الأخرى بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من أن يكون الإنسان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائعا طيعا، متلمسا سبيل الهدى فيما جاء به نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا لا تخدعنا شعارات ولا لافتات عند العرض على هذا الميزان، لأننا لو توقفنا عند حدود دعوى الإخلاص وحدها من غير ما فحص وبحث وتنقيب وتنقير وتفتيش وتلمس لخبيئة الأمر وظاهره في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا توقفنا عند حدود دعوى الإخلاص من غير ما تجريد لمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقعنا في الزيغ لا محالة، نسأل الله السلامة. وإلا فقل لي بربك، كيف أن الله تبارك وتعالى كشف الأمر عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والراية الراية والشعار الشعار، ولم تراء في أنه على حقيقته، ولا خلاف على أنه صحيح في النسبة على غاية ما يمكن أن يكون الإخلاص. عندما كان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد، هم خير من كان على ظهر الأرض وقتها تحقيقا للإخلاص، إذ هي القلوب المؤمنة المخلصة المخلصة حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مقابل من؟ في مقابل شرك وثني براية جاهلي، لا خلاف. وإذا فالراية المرفوعة في المقابل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه راية فيها الإخلاص، ولكن أين المتابعة؟ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرماة أن يكونوا على الجبل، ووصاه لو وجدتم المشركين يركبون أكتافنا فلا ينزلن واحد منكم عن متانه، ولا يتحركن واحد منكم قيد أنملة عن موضعه، وصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل جاءت المتابعة وهي كفة الميزان الأخرى التي لا يستقيم ميزان العدل إلا به؟ الراية وحدها والشعار فيه الإخلاص، لم تراء ولا تتريب ولا اعتراض، ولكن أين المتابعة للنبي المختار؟ هذا هو المحك. وجاءت الكسرة أول الأمر فدارت دائرتها ووقعت على رؤوس المشركين، وركب المسلمون أكتافهم ففروا وولوا مدبرين، وعقد الأصحاب رضوان الله عليهم يجمعون الغنائم ويحوزون الأسلاف، وظن الرماة أنهم في حل من تمام بالتجريد المتابعة لرسول الله، فخالفوا وتركوا الموضع فنزلوا، فوقعوا في مخالفة الأمر الثاني الذي لا يستقيم أمر العدل إلا به. مخلصون هم لا خلاف، واثقون هم من تمام صرف القلب بجمعيته إلى الله تماما، وعلى تمام الثقة هم قائمون، ولكن أين المتابعة للمأمون؟
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله رب العالمين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يتعجبون كيف نهزم كيف نكسر وفينا رسول الله. وهؤلاء القوم الذين نحاربهم أهل شرك وكفر وأهل تقديس لأصنام وعبادة لأوثان، فكيف تدور الدائرة علينا من بعد أن كانت الدائرة لنا؟ وكيف تتنكب عنا ريح النصر هكذا؟ فإذا نحن في مهاب الرياح الأربع وإذا المشركون يركبون أكتافهم، فيستشهد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد 70، وكانوا في بدر قد قتلوا 70 وأسروا 70. فذكرهم الله رب العالمين في هذه الآية بأنهم تخلف عندهم شرط من شروط تحقيق العدل بميزانه، وهو تجريب المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فقتل منكم 70 وأنتم في بدر قد قتلتم 70 وأسرتم 70، فنزل المأسورين منزلة المقتولين. قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يكون هذا وكيف وقع؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وإذا لم يعصم الأصحاب رضوان الله عليهم كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، إذ خالفوه أن ينكسروا وأن يهزموا، فكيف بالذين لا يتابعون وليس النبي بينهم صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان النبي بيننا بحديثه وسنته وشرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، أتى بتجريد الإخلاص بالعبودية لله، وهو محسن أتى بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا بدين، وهذا الدين محكم جدا ينتظم جميع صور الحياة ويشمل حالات العبد جميعها، بحيث لا تشد منها حالة أن تكون محكومة بدين الله رب العالمين في صحوه وفي منامه، في حركته وفي سكونه، في ضحكه وفي بكائه، في طعامه وفي شرابه، حتى في قضاء حاجته، حتى في إتيان أهله، فضلا عما فوق ذلك من أمور الحياة بجمعيته. غير أنه وصانا بقوله وفعله ألا تستفزنا الخطوب، وإنما علينا بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في آخر السنة 6 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بالعمرة إلى بيت الله الحرام وأصحابه رضوان الله عليهم، وساق الهدي، وتسامعت العرب بمسيره وكذا قريش، فقالوا: والله لا يدخلن علينا، لا يدخلنها عنوة أبدا. فتتسامع العرب بأنه دخل علينا عنوة، فتكون حينئذ مذلة. ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن كان معه من العرب الذين خرجوا معتمرين وهو أصحابه في ملابس الإحرام، وقد ساق الهدي، نزل الحديبية
وهي موضع يشدد ويسهل من غير تشديد، الحديبية والحديبية، والأفصح التسهيل من غير تشديد الحديبية. سمي بذلك لبئر هذا اسمها، أو لشجرة حدباء في موضع على مقربة من مكة زادها الله شرفا. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه الخبر أن قريشا تعاند وتمانع أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مكة عنوة، ولا بد من إياب ولا بد من عودة ورجوع. وأرسلت قريش بديل بن ورقاء مفاوضا، ثم عاد، ثم أرسلت مكرزة ابن حفص إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوضا، ثم عاد، ثم أرسلت الحليسة سيد الأحابيش، وكان رجلا دينا، وكان الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أكل وبره من طول حبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يتحنث يتأثم، رجل دين، فأطلق في وجهه الهدي، فأطلق الهدي في وجهه، فعاد ولم يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ما الجريرة؟ خذ الأمر على التجريد. رجل من العرب يأم بيت الله رب العالمين الحرام معتمرا، هم لا يصدون عن البيت أحدا، فكيف بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والذي رفع القواعد من البيت أبوه وجده، الذي رفع القواعد من البيت إسماعيل وإبراهيم، وهو أولى الناس بهذا البيت، فكيف يصد عنه؟ وهم يصدون عن البيت وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، وهذا النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه الرفق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. يعني يبلغ عن ربه جل وعلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله عز وجل يقول هذا الكلام الشديد لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم الدنيا، كل الدنيا، أنه لا ينطق عن الهوى، هو متابع وحي الله، مبلغ أمر الله، هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر من الله. وإذا فليس لك من الأمر شيء، فلا تستفزنكم الخطوب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنما المتابعة المتابعة عباد الله، فإن الأمر لله يجعله حيث يشاء، وإن الملك لله يجعله حيث يشاء، ولا مالك في الحقيقة إلا الله. لما عاد الرجل أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس عنده يفاوضه، يقول يا محمد جمعت أوشاب الناس، يعني أرادلهم وسقطهم، ثم جئت بهم إلى بيضة قومك، يعني إلى أصلك وأهلك وعشيرتك، لتكسرها، ووالله إن قريشا قد أعدت لك العود المطاطيل،
يعني الإبل التي هي حديثة عهد بميلاد ونتاج، ففيها ألبانها، وحينئذ يصبرون على طول المكث والإقامة، وهي مقافيل عندها أبناؤها. ووالله يقول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ووالله إنه لا يوشك أن ينكشف عنك هؤلاء، وأشار إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الصديق الأكبر رضوان الله عليه: أمصص بضر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ كلمة كبيرة، أنحن ننكشف عنه؟ انظر إلى حلم الرجل وما كان في العرب من تثبت وتؤدة وكرم أخلاق. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، من هذا؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. فأقبل عروة على أبي بكر رضي الله عنه فقال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لرددتها عليك، ولكن هذه بتلك. الرجل يجلس أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمد يده يجذب لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المغيرة ابن شعبة قائم وقائم سيفه بيده، فكلما مد عروة يده فأمسك فقبض على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه بقائم السيف على يده يقول: اكفف يدك قبل ألا تعود إليه. ينظر إليه عروة ولا يعرفه، يقول: ما أفضك وأغلظك؟ فلما أوجعه قال: من هذا يا محمد؟ فتبسم النبي ضاحكا، قال: ابن أخيك. هو ابن أخيك المغيرة ابن شعبة، وكان المغيرة قبل إسلامه فاتكا، قتل 13 رجلا من ثقيف وهرب، وكادت تكون فتنة، فدفع الدية عروة ابن مسعود الثقفي الذي يضربه المغيرة على يده بقائم السيف إذ تمتد على لحية النبي. فقال: يا غدر، كأنه يبالغ في غادر، يا غدر، والله ما سترت سوءتك إلا بالأمس، يعني ما دفعت الدية إلا قريبا. كان الرجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحظ ويكشف، فماذا رأى؟ رأى الأصحاب رضوان الله عليهم يبتدرون يسارعون. إذا ما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعون وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به تسقط منه قطرة على الأرض، وإنما في يد واحد منهم يمسح بها وجهه وما استقبل من جسده، ولا تقع شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في يد واحد منهم. ثم عاد فقال: يا معشر قريش، لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في سلطانه والنجاشي على عرشه، فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم، ووالله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فلتروا رأيكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلطف، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوض من قريش، سهيل ابن عمرو، له ولد كان قد أسلم فعذب على الإسلام فحبسه وجعل الحديد في يديه ورجليه وعنقه، فهو يرصف في حديده وينوء بأثقاله، هو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنه. جاء سهيل فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا
قال: قد أرسلت إليكم قريش من يصالحكم. فاختفت الآن من غلوائها. فجاء الرجل فقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره أن قريشا قد عقدت العزم على أن يعود من عامه هذا وألا يدخل مكة عنوة أبدا. ثم مر في شروط الصلح، وكانت جائرة جدا بادئة ذي بدء، للوهلة الأولى، للنظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، عليه أن يعود من عامه، وعليه أن يدخل في حلفه من أراد، وأن يدخل في حلف قريش من أراد. ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فعليه أن يعيده إلى قريش، وأما من جاء قريشا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فعليه، فعلى قريش أن لا ترده، لا ترده قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتضع الحرب أوزارها 10 أعوام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع في هذا الأمر صنيعا لم يفهمه عمر. المتابعة، لا يكفي الشعار، لا تكفي اللافتة، لا يكفي الزعم، لابد من المتابعة. عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. وكن آخر شيء في الذنب، فإن الضربة أول ما تكون في الرأس. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح لم يشاور أحد، وهذا غير معهود، فخالف أمر أوليائه وأعدائه جميعا. لا ينال المشركين من حيث كان يظن أنه سيقصو عليه، ولم يلتفت إلى أحد من أصحابه فيشاوره، فوقع الأمر بموقع عجيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد رأى رؤيا أنه يدخل مكة ويدخل معه أصحابه معتمرين وحاجين. فلما وقفوا وجاء الصلح بهذه الشروط التي بدت جائرة، وجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس التوقيع، دعلي اكتب. لما تم الأمر على هذا النحو مضى عمر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. يعني لافتة منضبطة وشعار قائم على أصله بإخلاص في مواجهة أمر محسوم. قوم وثنيون جاهليون مشركون يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان ويكذبون بالنبي العدنان، هل في هذا من ارتياب؟ هل في هذا من شك؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجادة والإخلاص والحق، ولكن المتابعة كفة الميزان الأخرى، وإلا جاء القلم. أليس برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليسوا بالكافرين؟ يقول أبو بكر: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا. رواية: فعلام نعطي الدنية في ديننا، يعني لما نأخذ بهذا الذي فيه ذل وفيه انكسار، وهم المشركون ونحن المسلمون، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الصديق رضوان الله عليه، لا تستفزه الخطوب أبدا، يقول: يا عمر، والله إني لأشهد أنه رسول الله، فالزم غرزة. قال عمر: ما في هذا من شك، وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم تركه وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني لرسول الله،
إني لرسول الله وإني لا أخالف عن أمره وإنه لم يضيعني. عمر يقول لقد ظللت دهرا، لقد ظللت دهرا أتصدق وأفعل الخير رجاء أن يغفر لي ربي ما كان في ذلك الموقف من اعتراض على هذا الأمر الظاهر، لأن الشعار قائم ولأن اللافتة على أصلها، ولكن ماذا وراء ذلك؟ المتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس توقيع الوثيقة العهد، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المشركون ما نعرف الرحمن الرحيم، فقال ماذا نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. قال اكتب يا علي باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال لو أننا عرفنا أنك رسول الله ما قاتلناك، لو سلمنا لك هذا ما جلسنا منك هذا المجلس. قال فنكتب ماذا؟ قالوا اكتب اسمك واسم أبيك. فقال امحاها، رواية مسلم امحاها، فما نقول امحها، امحاها يا علي. فقال علي والله لا امحاها، امحو رسول الله. قال فأرني مكانه، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، قال أرني مكانها. قال هذا مكانها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتب علي ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجريد المتابعة لرسول الله. الأصحاب رضوان الله عليهم لا يصدقون، لم يستشرهم في شيء، وكان يستشيرهم قبل في كل صغير وكبير، ولربما نزل عن رأيه لرأيه، فما في الخروج للقتال في أحد، وكان للخروج كاره صلى الله عليه وسلم، فما زالوا به حتى أخرجوه. وإذا هذا أمر عجيب، لم يشاور أحدا من أصحابه، ولم يرد قولا لقائل من هؤلاء المشركين، وإنما سايرهم فيما قالوه. وزاد الأمر شدة في مجلس العقد، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يحجر يرسف في أغلاله قد أثقله حديده، يقول يا معشر المسلمين لا تردوني إلى المشركين حتى لا أفتن في ديني. وأما سهيل فيقول يا محمد هذا أول القضية بيني وبينك، قد انتهى الكلام ونفذ الأمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، لا تستفزه الخطوب. قال صدقت. أما عمر فيذهب إلى أبي جندل يسايره، ويأتي بالسيف في متناول يد أبي جندل ويقربه، يقرب السيف إلى أبي جندل. وأما سهيل فقام يلطم وجه ولده ويلببه وينتره نترا بتلبيبه، ويقول هذا أول القضية بيني وبينك يا محمد، يقول صدق. المسلمون ينظرون ما يصنع المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيعيده؟ أيعيده؟ ويخشى عليه أن يفتن في دينه. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول يا أبا جندل إن الله سيجعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا، وإن الأمر بيننا وبين هؤلاء القوم قد مضى، وإنا لا نغدر أبدا صلى الله عليه وسلم. عمر
يقرب السيف بمقبضه من أبي جندل رضي الله عنهما، وسهيل في متناول يد ولده يقول: ما زلت أقرب له مقبض السيف عسى أن يأخذه فيطيح برأس أبيه، أن يأخذه فيطيح برأس أبيه، وأقول له: يا أبا جندل، إنما هم المشركون، وإن دم الواحد منهم كدم كلب. قال: فظن الرجل بأبيه، فبقل الرجل بأبيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختم الوثيقة بخاتمه، ومضى الأمر لطيته، ولم يبق إلا أن يتحلل. قال: انحروا وتحللوا، انحروا وتحللوا، لقد أحصرتم وستعودون من قابل إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انحروا هديكم وتحللوا من إحرامكم سنعود. لم يتحرك منهم واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على أم سلمة، أمنا رضي الله عنها، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أمرتهم فلم يمتثلوا، فأخشى أن ينزل عليهم غضب من الله. فقالت: أتحب ذلك؟ يعني أتحب أن يطيعوك؟ اخرج فلا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر هديك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فنحر هديه ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحلل وقد أبطأوا، أسرعوا ينحرون ويحلق بعضهم رؤوس بعض، والدماء تسيل من شدة الغم الذي نزل بهم، حتى لا يعي الواحد منهم ما يصنع، لا يدري أيحلق رأس أخيه أم يسلخها، من شدة الغم الذي نزل من جراء فضائهم بامتثال قول نبيهم صلى الله عليه وسلم بأمره: انحروا وتحللوا. المتابعة، وبركة المتابعة تأتي. عندما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعود، وفي العودة ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو؟ هو هذا الصلح، صلح الحديبية. ومضى الصلح لمدة عامين، ثم نقضته قريش، فجاء فتح مكة بفضل الله رب العالمين. يقول العلماء: في هذين العامين دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام منذ البعثة إلى العام السادس من الهجرة إلى صلح الحديبية. فتح مبين ظاهر واضح لا يشتبه. هنا أمر آخر. الأمر الأول هو أنه لا تستفز النك الخطوب، فإن لله رب العالمين في خلقه أمرا، وإن لله رب العالمين على خلقه حقا هو شرعه، فعليك أن تكون متابعا، وعليك أن تكف اليد واللسان والجوارح عن التورط في الفتن قولا وفعلا وسعيا، فإن الفتن إذا ما أقبلت عرفها كل عالم، وإذا ما أدبرت عرفها كل جاهل. أفننتظر حتى تغشانا وتلبسنا حتى إذا ما أدبرت عرفناها؟ حاشا وكلا، وإنما القانون أن نرد الأمر إلى أهله، إلى من كان في الدين مستنبطا لقانون الله رب العالمين وشرعه، وحينئذ يشم الفتنة شما ويدلنا عليها دلالة، فتقبض الأيدي عن الدماء وتتورع الأنفس عن الولوغ في الأعراض كذا الألسنة سواء، وإلا فإنها الفتنة لا تقضي ولا تضر. وإنك أن تخطئ فتترك
ألف كافر أصلي على قيد الحياة أن تخطئه في إبقاء ألف كافر، بل أن تخطئ في إبقاء مليار كافر أصلي على ظهر الحياة خير لك من أن تخطئ فتريق مقدار محجمة من دم عبد مسلم لا يحل لك إراقته، إنها الدماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا علم بالفعل كما علم بالقول، وأنت خبير أن الحكمة القديمة مبناها على قول القائل فعل رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل أجدى سلوك رجل، سلوك رجل هديه وسمته ودله وتثبته وتؤدته وتمسكه بدين الله رب العالمين ومتابعته، سلوك رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. فليحذر المسلم مشعري الفتن على أي نحو كان. وفي وقت الفتنة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. أقول العلماء الهرج هو اختلاط أمور الناس ووقوع الفتن عليهم، أو هو القتل، والقتل لازم من لوازم الفتن، فهذا تفسير باللازم ولا حرج، والاثنان معا. وإذا فعبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جبل من حفاظ الأمة، أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمة الله عليه ورضوانه، لما قبر عن المهدي قال لو قيل لك إنه قد مر ببابك فلا تخرج إليه حتى يجتمع عليه الناس، إذا قيل إن المهدي قد مر ببابك فلا تخرج إليه حتى يجتمع عليه الناس، يعني حتى يأتيك على صدقه من الله رب العالمين برهان. أما الذي يتسارع على الفتن فإنه كالفراش الأحمق، الفراش الأحمق يذب يطرد عن النار ويأبى إلا أن يقتحمها اقتحاما، أن يتقحمها تقحما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا واقف على شفير جهنم آخذ بحجزكم، والحجزة مجمع الإزار، آخذ بحجزكم أن تتهافتوا مني على النار وأنتم تأبون إلا أن تتورطوا فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم في موقف الاتباع الأكبر في مسألة الحديبية ولم يفهمه عمر على النحو، وأما أبو بكر فإنه هو الصديق الأكبر فهم الأمر على نحوه ووجهه إلزم غرز، فوالله إنه لرسول الله. وفي موقف شبيه مشابه لما قبض الله رب العالمين إليه نبيه فلحق بالرفيق الأعلى، وجاء عمر فهاج الجمل الأورق واستل سيفه يقول إن أقواما من المنافقين يزعمون أن محمدا قد مات، ووالله إني لأوشك أن أطيح برؤوسهم، لأوشكن أن أقتل أقواما يزعمون أن محمدا قد مات، وإنما ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه 40 يوما. جاء أبو بكر وكان غائبا بالسمح بمنزله، فجاء رضوان الله عليه، عمر سائر وعثمان أبلس وبلال يهيم على وجهه في الطرقات، والأصحاب لا يكادون يصدقون أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. خطب عظيم، انقطع الوحي من السماء كما قالت أم أيمن رضوان الله عليه.
جاء أبو بكر فقال أنصف يا عمر، فلم ينصف، أراد أن يهدهد من ثورته ويكتف من بأسه فلم يستطع. وكان قد دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سجي ببرد فكشف عن وجهه وأهوى على وجهه فقبل بين عينيه وعرف فيه الموت، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها فلن تذوق الموت من بعدها أبدا. ثم غطى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج يريد أن يصمت عمر رضوان الله عليه فلا يصمت، فتركه وذهب ناحية فتكلم فترك الناس عمر واجتمعوا عليه، قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر والله كأني لم أسمعها إلا حين تلاها أبو بكر وإنها لمح رضوان الله عليه وعلى أبي بكر وعلى الصحابة أجمعين. الدين لم يربطه الله تبارك وتعالى بوجود شخص الرسول الكريم في الأمة فقبضه إليه، وهذا أبو بكر يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فاتقوا الله عباد الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بفعله وسلوكه وحركة حياته كما علم بلفظه ومنطقه وقوله صلى الله عليه وسلم وبإشارته. والفصل بين العلم والعمل حصاد النكد وحصاد النكد. الفصل بين العلم والعمل ليس له وجود في دين الإسلام، لأن هنالك فجوة بين العلم والعمل، إذا وجدت هذه الفجوة فإنها لا تردم إلا بالنفاق، والأصل ألا يوجد فاصل بين العلم والعمل، وهذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخلاص مقرون بالاتباع والمتابعة، تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة في آن. وأقول لك، هل هنالك من فاصل بين لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وهل يقبل من أحد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يكذب بالنصف الآخر من الشهادتين؟ لا يقبل. وهل يقبل من أحد أن يأتي بأشهد أن محمد رسول الله من غير أن يشهد أن لا إله إلا الله؟ هما معا بغير ما افتراق، فإخلاص ومتابعة بحث عن الحق وتنقيب وتنقير، ولو مت وأنت تبحث عن الحق فلا ملامة عليك، لا لوم عليك ولا تكريم، ما دمت عن الحق باحثا، لأنك تبعث يوم القيامة على نيتك، فلا حرج عليك حينئذ أبدا إذا ما مت وأنت باحث عن الحق وإن لم تهتدي إليه بعد. ولكن كن وقافا، كن متثبتا، عليكم بالتؤدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما بدأنا به هذا الحديث الذي نسأل الله رب العالمين أن يتقبله بقبول حسن وأن يجعله لوجهه خالصا، إنه على كل شيء قدير. أيها الناس، ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فعليكم بالتؤدة بالرفق، فإن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كان أرفق الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم بالتؤدة، عليكم بالتثبت، عليكم بصدق المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك أن تكون تابعا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. ودونك
هذا الحديث المتفق على صحته، هذا الحديث المتفق على صحته من رواية الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يقول: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل في النار يوم القيامة تندلق أقتابه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ما هذه الصورة؟ صورة يسوقها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة جدا، كأنك تجد الآن لفح النار من شدة دقة اللفظ في تصوير النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يجاء بالرجل يوم القيامة من النار في النار تندلق، يعني تنزل مندفعة كما يندلق السيف من جرابه عندما ينسلق، فما هي إلا طرفة العين أو لمحة البرق وإذا به خارج. تندلق أقتابه، جمع قتب وهي الأمعاء مصارينه. يجاء بالرجل يوم القيامة في النار تندلق أقتابه، يدور بها كما يدور الحمار برحاه. أرأيت الطاحون إذ يكون فيه الحجر على الحجر دائرة بمحور ارتكاز قائم في وسطه، والحب هنالك يتساقط بينهما ليصير دقيقا بعد، ثم هنالك شيء قد جعل مرتكزا على هذا المحور الذي ارتكز عليه هذا الحجر، يدور به الحمار في مداره وفلكه. كما يدور الحمار برحاه يدور هذا الذي تندلق مصارينه، يعني تخرج من استه في النار، يدور بها وقد فرج بين رجليه فجعل فخذيه مع ساقيه تزاويتين قائمتين لكي يتحاشى أن يكون دائسا واطئا لأمعائه ومصارينه التي اندلقت خرجت مندفعة من بطنه، وهو يدور حولها كما يدور الحمار برحاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حينئذ يصير ملهاة حتى في النار. اجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ما شأنك؟ ألست كنت تأمر عن المعروف وتنهى عن المنكر؟ ألست كنت تجلس للناس في الجوامع تتحدث ويسمعون؟ اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ليس عندنا في دين الله فاصل بين إخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجريد التوحيد لله رب العالمين. فاللهم اجعلنا لك مخلصين وعلى قدم النبي الأمين سائرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر الرعاء الحطمة، ما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما جالسا وهنالك عائشة رضوان الله عليها، فمر يهودي فقال: السام عليك يا محمد، والسام الموت. فقالت عائشة رضوان الله عليها: ولم تصبر، بل السام أي الموت والهلاك عليكم أنتم إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش والتفحش، وإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وإن العنف ما دخل في شيء إلا شانه. قالت: ألم تسمع ما قال يا رسول الله؟
قال سمعت وأجبت، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال اليهودي السلام عليك يا محمد قال وعليك، قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الإمام مالك رحمة الله عليه على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا، العبادلة الأربعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، يأتي السائل إلى أحدهم بمسألة فينظر فيجد الآخر جالسا يقول اذهب إلى هذا الجالس هناك، فيحيل عليه، فإذا ما جاءه السائل التفت فأحال على الآخر قال اذهب إلى الجالس هناك، فيحيل على الرابع حتى تعود للأول يقول الله المستعان. وكان مالك رحمة الله عليه يعرض عليه 50 مسألة فيجيب في 46 منها بقوله لا أدري، ويجيب عن 4. وجاءه يوما رجل قد حمله أهله وبلديوه، أي أهل بلده حملوه مسألة وأعدوا له زادا وراحلة ونفقة، وجاء يضرب كبد راحلته من مكان سحيق ربما كانت شهورا يمضيها من أجل أن يأتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض المسألة على مالك فقال لا أدري. قال ماذا أقول لأهل بلدي، ماذا أقول لأهل بلدي؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا أدري. لما خرج طلاب العلم الصغار عندما جرأهم طلاب العلم الكبار على القانون الصحيح في أدب الطلب تحصلت فيهم آفاتهم، فأصبح كل طالب علم لا يستطيع أن يدري قبيلا من دبير في العلم ولا يفقه فيه حرفا مفتيا، ووقع خلط عظيم. وهذا سحنون صاحب المدونة في فقه مالك رحمة الله عليه يجلس يوما باكيا، فقيل ما يفتيه، أحدث شيء؟ أوقع بالمسلمين مكروه؟ قال لا، ولكن استفتي اليوم من ليس عنده علم ووقع في الإسلام أمر كبير. استفتي اليوم من ليس عنده علم ووقع في الإسلام أمر عظيم. علينا أن نمسك ألسنتنا، فإن الأحداث الكبرى وإن النوازل وإن الحادثات العظمى التي تقع على الأمة بما قدمت أيديها، وإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا الداء والدواء وشخص لنا المرض ووصف العلاج، النوازل الحادثات ينبغي أن يعود حلها وأن يعود التلمس للسبيل من أجل رفعها إلى من يستطيع الاستنباط في دين الله رب العالمين، لا إلى الطلاب الكبار ولا إلى العلماء الذين لم يبلغوا حد الاستنباط، وإنما لمن كان يستطيع الاستنباط. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منهم لعلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي صح وأخرجه أبو داود وكذلك الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والدولابي في الكنى وغيرهم في غيرها من دواوين الإسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم جميعا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تشخيص للمرض ووصف للدواء في آن واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه وكيفية الرجوع إليه بتصفية وتربية كاملتين في ساعة من الدهر قد يحين حينها. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال يتعلق باللقاء الذي مر، وإلا فإن لسنا في مقام الذي يجيب على سؤال سائلين بمحضر من جمع، وعلى الناس عندما يسألون أن يميزوا بين الحكم والفتوى كما مر ذكره. ولكن ما هي البدعة الإضافية؟ البدعة بهذا التقسيم أصلية وإضافية. فأما البدعة الأصلية فالتي ليس لها في الشرع من أصل ولا فصل، وإنما هي بدعة خالصة لوجه البدعة لا لقفاها، مثل الرهبانية. الرهبانية ليس هنالك في الدين أصل للرهبانية، فهذه بدعة أصلية. ومثل بدعة التحسين والتقبيح العقليين يقول بذلك المعتزلة، وهذا أيضا ليس له أصل في دين الله رب العالمين. ولكن البدعة الإضافية ما هي؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في كتاب ربنا وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته عن عظيم فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قام المؤذن يؤذن ففرغ من الأذان فصلى وسلم بصوت مرتفع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ الإمام عليه الرحمة يقول إن الصلاة والسلام لم يرغب الحديث فيهما للمؤذن خاصة، قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما المؤذن فإنه لا يقول كما يقول المؤذن، وأما نحن فنقول كما يقول المؤذن. فهذا حكم للسامع لا للمؤذن. على كل، حتى لو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رفع الصوت بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه حينئذ يكون قد جاء ببدعة إضافية، لأن الصلاة والسلام لها أصل في الدين صلى الله عليه وسلم، فهي تمت إلى الدين بهذه الصلة. ثم جاء هذا المجال بزمان وكيفية مخترعتين لم يحددهما الشرع، وقلنا إنه من أجل أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليك أن تأتي بستة شروط: بالجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. وعسى الله رب العالمين أن يهيئ لنا زمانا نبين فيه ذلك ونفصله بحول الله وقوته. أسأل الله أن يجمعنا جميعا على خير، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم صن وطننا من الفتن، اللهم صن وطننا من مضلات الفتن وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وجميع ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.